أعزائي التلاميذ، نتيجة تكملة حل المسائل صفحة 154 تتسع حافلة صغيرة إلى 8 تلاميذ. هل تتسع 7 حافلات من النوع نفسه إلى 60 تلميذ؟ فقرة أفهم طلع لنا من عندها المطلوب والمعطيات في السؤال، اللي هي الحافلة 8 تلاميذ والمطلوب السؤال هل تتسع 7 حافلات من النوع نفسه إلى 60 تلميذ. فقرة أخطط كيفية الحل، هنا لازم أجي أطلع عدد التلاميذ اللي تسعها كل حافلة بالأول، وبعدها راح أجي أقارن 60 تلميذ مع الناتج اللي راح يطلع لي من عملية الضرب اللي راح أستخدمها. أوكي، فقرة أحله راح نجي نحل هسه السؤال وشوفون شون أحلها. 8 نجي نقول 8 × 7 عدد التلاميذ في عدد الحافلات، في راح يكون 56 تلميذ. أوكي، في كل الحافلات، في الحافلات 7، إذا 60 أكبر من 56، 60 أكبر من 56، لذلك لا تتسع ل60 تلميذ. إذا كانت 8 × 7 56، شو اللي ضربت 8 × 7؟ حتطلع عدد التلاميذ اللي تتسعهم السبع حافلات فيها 56 تلميذ، وهو المطلوب من عندي إنه 60 تلميذ تتسع له لا، فأقول له لا، غير لا تتسع ل60 تلميذ. الفقرة الثانية في المسرح صفوف من الكراسي، عفوا، لدى محمد 6 أكياس صغيرة يضع في كل منها 7 كرات زجاجية. إذا أعطى أخاه موسى 4 أكياس، فكم كرة زجاجية بقيت معهم؟ لدى محمد 6 أكياس صغيرة، راح أجي أقول 6 ناقص 4، نقول 6 ناقص 4 حتى أعرف إيش قد عدد الأكياس المتبقية. أوكي، يساوي لنا 2، فأجي أقول 2 × 7 إيش قد يساوي لنا؟ 14، 14 كرة زجاجية بقيت معهم. اوكي، السؤال الثالث هنا بخطأ، لانه يقول لك في المسرح صفوف من الكراسي، في كل صف 10 كراسي، اذا جلس الحضور على الصفوف الاربعة الاولى ونصف الصف السادس، فكم عدد الحضور؟ هنا ما منطيني عدد الكراسي ايش قد بكل صف، ما منطيني الصف الخامس ايش قد كم الحضور اللي ممكن يجلسون عليه، فهنا هذا اتمنى تركونه، عفوا هذا تركونه لانه بغلط. اوكي، عيسى عقودا من خرز، اذا كان في العقد الواحد 32 خرزة فهل تكفي 90 خرزة لصنع 3 عقود؟ راح اجي اكتب 32 × 3، راح اجي اضرب 3 × 2 = 6، 3 × 3 يساوي 9، فيكون 96، 96 أكبر من 90، اذا تكفي لصنع 3 عقود. اوكي، السؤال الاخير، يطبع منير صفحة واحدة كل 13 دقيقة، هل يمكن ان يطبع 4 صفحات في 60 دقيقة؟ يطبع منير صفحة واحدة كل 13 دقيقة، هل يمكن ان يطبع 4 صفحات في 60 دقيقة؟ راح اجي اضرب 13 × 4 واشوف، 4 × 3 يساوي لنا 12، 2 × 1 إعادة تسمية، 4 × 1 = 1، 4 × 1 = 5، 52، إذا 52 دقيقة هي شبيهة أصغر من 60 دقيقة، إذا تكفي لطباعة 4 صفحات، إذا تكفي 60 دقيقة لطباعة 4 صفحات.